من المسائل التي تحتاج إلى وقفة في المساجد، هنالك بعض المساجد يحصل فيها خلاف على مسائل لا تستوجب خلافا، مسائل فرعية، مسائل جزئية ما تحتاج هذا التهويل. منها مسألة الذكر الجماعي. حقيقة مسألة الذكر الجماعي ورد عن كثير من أئمتنا رحمه الله تعالى بورود ذلك. الإمام الشربيني في مغني المحتاج رحمه الله تعالى يقول: ولا بأس بأن يجتمع القوم على قراءة القرآن وبترديده بالألحان. كذلك الإمام النووي في المجموع يقول: لا كراهة في قراءة القرآن مجتمعين، بل هي مستحبة. كذلك الإمام ابن مفلح في الحنبلي كذلك يقول: لو اجتمع قوم على قراءة أو دعاء أو ذكر فأي شيء أحسن منه؟ نعم، هنالك من الفقهاء من يفضلون الانفراد في الذكر أيضا لورود، لكن الأدلة حقيقة تسعف القائلين بجواز الاجتماع على الذكر. أي ذكر؟ يعني الذكر الذي هو هادف هادئ، ليس ذكر فيه صراخ وفيه شوشرة وفيه خروج عن السكينة والوقار. لا، الذكر الذي فيه تعليم، الذكر الذي فيه تربية، ذكر فيه سلوك. يعني حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارة فضلى يلتمسون أهل الذكر، يبحثون عنهم ويجدوهم مجتمعين تحوطهم الملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى يوما أناس يجلسون لاجتماع، اجتمعوا على الذكر، ما أجلسكم؟ قالوا: نذكر الله عز وجل. قال: إن الله تعالى يباهي به بكم الملائكة. وكذلك ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلى آخر الحديث: وإذا ذكرني في ملأ ذكرته، يعني في جماعة ذكرته في ملأ خير منه. إذن الأدلة والنصوص تؤيد فضيلة، لكن ليس هذا داع لأن يكون مشكلة في المسجد. هذا ينكر وهذا يحث، وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، فيخرج المسجد عن هيبته. الهيبة المسجد بقوة إمامه وبحكمته وبسيطرته يحاول لا يجعل خلافا. فإذا رأى شبابا متحمسون وجاءوا بأدلة تخالف أدلته، فعليه أن يتلطف بهم. ونحن شفنا وشيوخنا شافوا في المساجد أصناف كثيرة، لكن تعلمنا منهم كيف يتلطفون. هذا الشاب المندفع أفضل من غيره، ترى أفضل من المتسكع بالشوارع ويشرب مخدرات ويشرب خمر. هذا جاء يصلي ويحاول أن يتمسك بالسنة، لكن لا يعرف فقه السنة ولا يعرف كيف يؤول هذا الحديث ولا يعرف الناسخ من المنسوخ ولا يعرف إلى آخره. فيحتاج منا محشر الأئمة والخطباء، معشر الدعاة، أن نتلطف بأمثال هؤلاء الشباب. إذن مساجدنا يجب أن تكون مساجد مليئة بالذكر. يعني مثلا أنا كثير في صلاة الفجر كثير ما يعرفون أذكار الفجر، فكان مشايخنا يذكرون الفجر ويرفعون أصواتهم بتأدب، يعني مو بصوت عالي، يرفعون أصواتهم للتعليم حتى يتعلم الجالسون الأذكار، أذكار الصباح وكذلك أذكار المساء. ولا بأس حتى ما يصير لا يشوش مقرئكم على مصليكم، بعد السنن تبدأ الأذكار، لا بأس كما يفعل الأخوة هنا في خاصة بعض الحنفية، بعد أن ينتهون من السنن يجلسون أيدي يطلع يطلع الله وياه إذا مستعجل، والباقي يقعد يجلس يذكر الله سبحانه وتعالى حتى لو بصوت معتدل جماعي. ولذلك نقول الذكر الجماعي قد يكون أفضل من الذكر الفردي لكل شخص. يعني أينما وجدت شعورك، أينما وجدت الطمأنينة فثم شرع الله. قد يقول قائل: أنا بالذكر الجماعي يشوش عليا. يا أبا مو لازم، روح اذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه. بعضهم يقول: والله يا أبا أنا ما أعرف ألا أقعد مع جماعة
واذكر الله يا الله احس بطمانينه وخشوع، نقول اجلس واذكر الله جماعه. اذا هذا الموضوع فيه لوينة فيه يسر، فلا نشدد على انفسنا. وفقكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.